مرحبا أعزائنا مشاهدي قناة هارموني الفضائية، أحب أرحب بكم أنا نيشا بأولى حلقات برنامجنا الجديد اللي راح يحمل عنوان English Right Now. هذا البرنامج اللي أتمنى إن شاء الله راح يصير أحد محطاتكم المفضلة اللي راح تستفادون هواية من عدها بسبب المعلومات القيمة اللي راح يحملها البرنامج. قبل أن نبدي بأي شرح عن شنو هو هذا البرنامج لمن هو موجه، أحب بس أوضح شغلة صغيرة بالنسبة لاسم البرنامج. يمكن هواية من عندكم راح يفكرون ليش الرايت بالتايتل مكتوبة W-R-I-T-E واللي هو يعني كتابة بدل R-I-G-H-T اللي هي الكلمة المفروض تكون هناك. إحنا حبينا نسوي هذا الشيء عن قصد بما يسمى باللغة الإنجليزية pun أو اللعب على الكلمات.